يواصل المواطنون التوافد على الحدائق والمتنزهات والأماكن السياحية بمختلف محافظات الجمهورية في أجازة عيد الأضحى المبارك، وتواصل مختلف أجهزة الدولة حملاتها على المتنزهات والأماكن السياحية والتجمعات لمتابعة الأغذية المعروضة والوقوف على مدى صلاحيتها ورفع درجة الاستعداد داخل المستشفيات لاستقبال أي حالات. للمزيد ينضم إلينا من الحديقة اليابانية محمد الخطيب مراسل التلفزيون المصري. مشاهدينا الكرام كل عام وأنتم بخير، وما زالت تغطيتنا مستمرة معكم من داخل جميع الحدائق والمتنزهات في خامس أيام عيد الأضحى المبارك. نتواجد معكم الآن من داخل حديقة النيل بترى، هذه الحديقة التي تطل مباشرة على نهر النيل وتستقبل يعني يوميا أكثر من 4000 إلى 5000 زائر في عيد الأضحى المبارك. يمكن المتنزهات والحدائق العامة هي من الأماكن التي يقبل عليها المصريون في جميع الأعياد والمناسبات الرسمية، وذلك لأنها تمتاز بالعديد من المميزات التي يعني تقوم بها هذه الحدائق، منها أنها الخروج من ضغوط الحياة ونزهة للمصريين في جميع الأوقات. دائما أجهزة الدولة تقوم بدور كبير وفعال جدا قبل الأجازات الرسمية وقبل الأعياد بتجهيز هذه المتنزهات وهذه الحدائق العامة لاستقبال الزائرين من مختلف الفئات العمرية ومن مختلف المحافظات، هذا بالإضافة طبعا إلى تجهيز هذه الحدائق والمتنزهات بالخدمات الأمنية والخدمات اللوجستية والخدمات التي يحتاجها الزائرين من كافة الأنواع. يمكن على مدار الأيام الماضية قد رصدنا لكم يعني الكثافة في الإقبال من جميع المواطنين في جميع المتنزهات والحدائق العامة الخاصة المطلة على نهر النيل مباشرة، وذلك لأنها تمتاز بالمناظر الطبيعية الخلابة والمساحات الواسعة والمساحات والمسطحات الخضراء. كل عام وأنتم بخير، وكل عام والشعب المصري دائما في سلام واستقرار، وأعود إليكم مرة أخرى.